خليني ابدا من البدايه. بدايه منها استاذ وكيل عجيب. وخر شو اسوي؟ وين اروح؟ هذا ابو حلا تعال هنا. هذا ما ينسى حاره بارد لو شنو؟ هذا ماي حاره بارد. هذا حاره هذا بارد. هذا الحار مالته هذا بارد. تجيس بيدك بالدعانات. يلا. هذا تجيس. فتح بيدك تخليك. وراها. شو هذا؟ فتح بس شوي. ايه. كلها ديار؟ ايه. بس حقر بس مو راح نعلمك الشغله راح تاخذ واحد لا 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 وانا اذا بطلت من قاعد اجيكم هاي توقف بس حتى شنو بعدين؟ كفو هيجي؟ من هنا ترى هسه اربعه نصه هاي يمك هدير؟ كله؟ هدير ازمها هيك ازمها من هنا وخلي ايدك بالنص هسه خلي ايدك على ايدي خليها بالنص زين اي هسه ترفعها هاي تخلف امرها هنا بس هناك الامر مالكم امر اشقد. راح اقول اشقد؟ لازم تقول اشقد امرها. السلام عليكم. السلام عليكم. باشي. تريزي. اشقد الخمره؟ 70 غرام. 70 غرام؟ على اي اساس 70 غرام؟ ليش؟ 70 غرام. 70 غرام، اذا صوبها 70 غرام. زين واذا العصر؟ واذا العصر خليها 80 شنو السبب؟ شغل الصبح منه شغل العصر. يعني كميه طحين اكثر ولا شنو؟ لا. شوي شوي العصر صار اصلا الصبح حرق شوي طيب. حلو هسه 70 تمام هو ايش قد هذا؟ خليه وهاي قدامك 70 70 غرام حط ايدك عنه خلي لما توصل 70 غرام اوقف هاي ايش تدري؟ تمام هسه شو تسوي طريقه ثانيه؟ عوف الخمره الثانيه شغل عجانك من هاي الجوز شغل عجانك؟ ايه ارفع هاي فوق ادوس شغل هسه هاي تقولها هسه خل الخمره خل الخمره خمره خمره اي اي دقيقه بدي تشرب تمشي اشيل هذا اي هذا وزع حط الحين والله صح جيبوا لي صدريه فين صدريه ابو عبد الله هل هذا تريد تقول صدريه صدريه بالبسين دار خلنا نشد لك اياها زين هو مو المفروض كان بالبدايه يعني واحد بس صدريه شافوني ما دبر قال لك هذا وسخ هدومك كان لابسه صدريه هسه هاي تمام قديم هسه لازم تلزمها شوي 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 اه مو قلت لك بالبدايه رادنا مي شوف هاي تخلي المي الحار على صفحه فرها مو؟ اي فرها عمودها تختلف الخمره اه حلو المي الحار خليها على صفحه المي الحار ياثر على الخميره يعني؟ اي هذا كفايه صار وياك بد موقف مثلا وانت تسوي عجين عجين؟ يعني نصدها بد مره؟ لا هي ما تلاص هي ما تلاص شلون تلاص؟ شلون؟ لما الواحد ينسى الملح دون خمره اوه هنا تلاص لا حول ولا قوه الحمد لله لا الحمد لله زين شنو هاي؟ هاي شفره زمها بيدك وشفره نزل تنزل جوا؟ ايه لا حكه زين ما راح اصير هيك عام لازم تحكه زين يعني ما لزمتها شفتها بتغاد لها مي؟ ما ادري شنو قوي ما شنو قوي شوي؟ من البدايه قلت لك تغاد لها مي هاي وسطها بس تبنت وقدرات مي شوي شوي راح يبين عندك اذا اراد لها مي زيد لها مي اذا اراد لها طحين زيد لها طحين هسه احنا راح ننتقل للمرحله الثانيه ورا العجين شو نسوي؟ ورا العجين ابو جاسم هسه احنا شنو؟ خلاص العجين خلصنا
فرصه. روح هسه شنو مرحله كاتبه؟ وزن يسمونه. يلا ما تعرف مرحله كاتبه مو؟ اي هاي الثالثه. وزن شنو وزن يعني؟ وزن هذا لازم قياس. قياس؟ اي قياس هذا الوزن لازم قياس. قياس لازم عجينتها ايش قد؟ قياس لازم يبدي من 95 لحد 100 101 او 102. من 95 الى 101 102. اي. زين انت يعني كل وحده تنزلها وتوزنها لو شنو؟ لا لا تقص سريع. هي يعني لأنك عندك صار عندك خبرة قصدي؟ إيه صارت عنده واحد يصير عنده خبرة من هاي يعني الوزن. زين يا ولد قصة نخش نشوف شو. جرب هاي اليوم. يلا. هاي خليها عندي ذا. إيه. شوف هاي جد. نشوف ذا إيش جد. هاي 99. وزن الاثنين هاي 102 هاي 100 يا اخي ها خلع الميزان 101 تعال جرب زين انت سوي لي باثنين تاخذ جرب هاي شوف السرعه مالتك بس حتى نشوفها ها السرعه لازم يشتد السرعة لازم يشتد سرعتك شو ما مرة أخرى؟ تزيم هاي قياس بيدك هاي تقصه بس دباك على أصبعك تتعورك أول شيء تقص سيار هيك بعدين تجيبه تجيب له شوية طحين على مود يلزق اتفرغ هذا كبدي يلا شوف هذا قص غيره يا ولد لا دوس دي شفرة دوس دي جو زين عليك خلي طحين شوية لا تصير طحين لا مو منها منها منها؟ ايه دوس قياس بيدك هذا يكون 100 لازم 100 مو؟ لازم 100 95 بس اصبعك دير بالك 150 راح نعزل هيك 124 هاي شو راح نعزل؟ شو حق اسمه هيك؟ راح نعزل حمودي اي هسه عاد لك زين بس اخر بدي اجرب والله يلا جرب عدل ايدك الزمن ضبه اي قص شو بيدك يا مبينه شو مبينه؟ مبينه من ايدك تسعة اوكي طيب راح اخسركم مرات على سويه شو تريد؟ راح اخسرك؟ سوي لنا ايش كم وحده حتى احنا نسويها هاي هاي هنا يسموه فسكاتشي فسكاتشي هنا وحده كبيره وحده صغيره يرجع لك اياها هو يعني خاف وحده تفت اي هو لا عامل هو عامل عامل كامل بس احنا نسميه فسكاتشي وحده صغيره بس عندكم اسمه فسكاتشي كل لا كل افران يعني هو اللي يصفط هاي الاشياء؟ لا كل واحد على شيء. راح اجرب اخر مره. راح تكسر لا بالكره طلعت خساره هيك. وقف وقف خلنا نوزن وقف لا كله مضبوط تفاصيل انتهى الموضوع هاي ما يصير 94 هاي ايش قد؟ هاي 80 عرفت في دبل فرن هيك هاي 50 حمودي استاذي قام يقص 50 هذا والله صاير والله تعبت اسوي حطها دوني احسن راح مثل فسقتش احسن اي صير هنا احسن لا خليه هو يقص شلون شو تسوي انت احكي لي قصله 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 هذا وزنه كاره لا كبره شوي حلو على الوش هاي تسوي هاي ايديك اثنين بس سويها هيك بس هيك بس حلو هاي اسهل شوي يلا لا بيديك اثنين لا بس كم لا تخاف من هذا اجي ما يخوف هاي قول لا تخاف من هذا اجي ما يخوف ما يخوف هاي هاي مقبولة مال أول ساعات مقبولة ترى أول مرة إيه إيه مقبولة هاي زينة مو؟ لا هاي قوية هاي عشت كده هاي واها واحد يدي هاي يدي بس بس الحواف بس الحواف والله بس الحواف دوسه؟ اي بس الحواف خلي يديك بالنص هيك اي ها هي ها هي ده اصلا سطوله طلع عيد عيد
لا مو من النص. عشان دوس حواف. بعد ايه؟ تشوف التصوير أكيد. أي هاي شيء تمام. وأخيراً. هاي شيء تمام. واحدة صحيحة. دولة زينة. سبعة. سبعة لازم؟ سبعة. والله؟ مية. أربعة ستة سبعة. ونام سبعة؟ سبعة. بعد وين؟ عاش جديدة. هسا وين وجه؟ هسا هذا يخلص. وبعدين وين نزله؟ نزله هنا. ها؟ أي هذا خلاص؟ أي هو؟ لا بعد. لازم تحسبه، لازم كله تنزله. بس بالتفصيل يعني 5-5، 6-6. ما يصير مع الشيء؟ لا ما يصير. هذا ما عندنا هنا. هذا كله إن شاء الله لازم. مو كليتهم 5-5. هيج. طاولي هذا اسمه. اسمه؟ طاولي. طاولي. أي طاولي؟ لا مو زار، طاولي. طاولي. مال عجين.